السلام عليكم. مباراة اليوم ما كانش سهلة ضد شباب القبائل. التعادل هذا بطعم الخسارة، كنا متمنين نربحوا 3 بوان باش نريحوا في المركز الثاني. لقينا ايكيب اون فاس، ايكيب سما واقفة مليح، كانوا بيان اون بلاس. من كوتي ثاني ريكيبيراسيون كانوا عندهم سمانة ومريحين، احنا شاك 4 جور نلعبوا ماتش. يعني بصح هذه مش حجة، كنا قادرين يجيو نماركيو. دي ماتش هكذا كيكونوا مزيرين ما يجيوكش دي زوكازيون بزاف، لازم يجيك نص اوكازيون لازم تحطها لداخل. احنا هذه ما قدرناش نجسدوها، جاونا كيما يقولوا بتيت اوكازيون ما قدرناش نماركيوهم. هذه هي، احنا نتاسفوا على هذا التعادل ونحاولوا ان شاء الله نعوضوا في الماتش الجاي ان شاء الله. اكيد المباراة كي تكون بلا شعب ما تكون موتيفاسيون ناقصه، الاجواء ما تكونش مليحه. مي سما هذه ماشي حجة، احنا دخلنا سما كانت كاينة لا فولونتي، كنا حابين نجيبوا الماتش كيلكو سوا سما لي كونديسيون اللي كانوا. مي الله غالب درنا مش قدرنا وما قدرناش نماركيو، ونحاولوا ان شاء الله نعوضوا ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله. ما سما درنا كيما يقول هذاك تاع الكول تاع اليدين برك، وسما دينا شويه توصيات عن الطبيب سما باش تتجنب المصافحه، تتجنب اسمه، وكما يقولوا ربي يستر وخلاص. اما دوك الوباء هذا او في العالم ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله. دوك هذه الفتره على الجميع، وهذه الفتره سما احتياطيه، دوك وزاره الصحه هما اليوم في الميدان وادرى بسلامه الناس كامله، اللاعبين والله الشعب الجزائري. دوك هما قرروا باش يحبسوا النشاطات، احنا لازم نتاقلموا مع هذا القرار، سما القرار على الجميع. ما دوك تولي كلوب يحبسوا ودوك نتبعوا سما لي ديزيزيون تاعهم وشوفوا كيفاش، ما نعرف كيفاش كيبرمجوا التدريبات، ما نعرف بالك يديروا من دي في دي ار والله ما على بالي. دوك هما لي دوك حنا نتبعوا التوجيهات تاع الطاقم الفني والاداري ونطبقوه خلاص. اكيد الجمهور كي سما والف النتائج الجيده، خاصه في ارض ميداننا. ملي بدا سما ملي جا المدرب الكوكي ما عطينا حتى بوان في ستادنا، كي تعطي دو بوان تتغير دوك سورتو لي بوان كيما هادو مع كونكيرون ديريكت سما يغيضوا، كانوا قادرين يخليونا في المركز الثاني ونبعدوا على فريق شباب القبائل. بصح ما صراش لا غالب عطينا هذا دو بوان، نحاولوا ان شاء الله نعوضوهم في الماتش الجاي كي تريبريوني شامبيون ان شاء الله. نحاولوا نحضروا مليح ان شاء الله باش نجيبوا دي بوان من خارج ميداننا وفي ميداننا ان شاء الله. بون السلام عليكم. وين شفتوا اليوم يعني المباراة وين انتهت بالتعادل ضد شباب القبائل، وين احنا كنا دخلنا المباراة وين كنا حابين يعني كنا ضد منافس مباشر معنا في البوديوم، كنا حابين نكونوا نفوزوا بالمباراة. على كل حال قدر الله ما شاء فعل، يعني مباراة نقطة خير من الخسارة. على كل حال دوك نخمو احنا في لاسويت مباراة اللي نسيناها خلاص. صح كي تجي تشوف صح تاثر عليك بزاف، وين تجي يعني ودي دو جور تسمع غير الفيروس كورونا فيروس، تزيد تدخل الملعب وين ما تلقاش الجمهور تاعك، تلعب ويكلو تعرف الويكلو شغل يعني تلعب كان تدريبات يعني ما كانش حماس الجمهور هذا كيخص. يعني على كل حال الحمد لله احنا يعني هذه الامر هذا اللي كان من السلطات العليا يعني كما نقولوا من اجل يعني كما يعني من اجل سلامه المناصرين تاعنا من اجل تفشي هذا المرض. على كل حال احنا المباراه هذه لعبناها من اجل الفوز، ويعني مباراه خلصت التعادل احنا نخمو في لاسويت ان شاء الله. بيان سور يعني مش غير كلاعبين يعني كشخص يعني كل واحد رانا واعيين يعني بخطوره الوضع اللي رانا فيه، كل واحد يعني راه موجد يعني امور وقائيه، رانا نطالعوا رانا يعني كبار رانا نشوفوا في الانترنت نشوفوا كلش، يعني ربي يلطف بينا برك هذا واش نقدر نقول. يعني كي تجي تشوف الامر هذا امر عالمي يعني مش هنا في الجزائر برك، يعني تجي تشوف الدول الكبرى والعظمى راهم بلوكيو كلش يعني من الرياضه من يعني ديفول يعني الطائرات وكلش. احنا يعني الجزائر كما نقولوا الحمد لله اللي تبعت يعني خطوه تاع الدول الكبرى هذه اللي هو فيه مصلحه يعني للشعب تاعها. يعني صح يعني احنا تاسفوا على النتيجه هذه ونطلبوا سماح يعني من الانصار تاعنا اللي ما كانوش حاضرين، كنا حابين نهديو لهم الفوز يعني والنقاط 3. احنا يعني الوفاق دائما ينافس على جبهه البطوله والكاس، يعني مازال البطوله مازال فيها ثمن مباريات، مازال يعني الخير قدام، يعني ما كما نقولوا ما نفشلوش. الظروف ما كانتش تساعدنا، وحنا كنا حابين باش نلعبوا امام الجمهور تاعنا اللي توجور كان يعاوننا، وين شفتوا فينا الابتلاء هذا تاع كورونا ويخلينا كما قلنا حاولنا بيبليك
وما يخفالك حنا كان عندنا 5 ايام ملي لعبنا كما نقولوا ماتش صعب شويه مع اهلي برج اللي خلانا ندخلوا في لافاتيك شويه هذه المباراه وين طاح علينا شويه العيا سي بور سا ما سجلناش اهداف ما كناش كيما مول احنا الفريق في تحسن ما يخفالكش حنا لعبنا كانت عندنا لاشارت على لي ماتش لعبنا لي ماتش بزاف في لاسيمين توالا هادو ماشي كيما جياسكا كانوا عندهم دي جور روبو قبلنا ثم ريكيبيريو قبل سي بور سا كانت علينا التعب شويه الحمد لله حنا كيما خسرناش الحمد لله الحمد لله نقطه سي فري ضيعنا زوج نقاط لكن باش نعوضوهم ان شاء الله مقابلات اللي راهم جايين ان شاء الله هذا القرار كيما نقولوا كان صدمه علينا وكاع الناس ما كانتش تسنى فيها هذا ابتلاء من عند ربي بالك احنا ربي ابتلانا باش نعاودوا نصحوا الاخطاء وحنا كل واحد احنا على بالنا كيما نقولوا لازم لنا نحضروا لازم كل الجوار كيما نقولوا ما يحبسش باش نكملوا في الريتم هذا اللي رانا فيه واللي باش نحققوا ان شاء الله لوبجيكتيف اللي رانا فيه اللي راه في رسالنا ان شاء الله ما احنا كيما نقولوا على تجور خليها على ربي سبحانه دوك ربي هو اللي يبتلي العبد حنا كيما نقولوا لازم نعرفوا كيف نتعاملوا مع هذا المرض ان شاء الله وان شاء الله باش يروح هذا المرض ان شاء الله ونعاودوا نريبرونيو كيما كنا ان شاء الله ان شاء الله ما كتملتش الفرحه سيرتو وين جبنا حنا البرج ماتش درنا ماتش مليح ماتش البرج ما كتملتش الفرحه حنا كنا حابين نرجعوا لهم كيما نقولوا هذاك التعب وزيد كيما شفتوا الاحداث اللي صرات في البرج حنا كنا حابين نرجعوا لهم هذاك الاحداث يا ربي ما كتبش ونقول لهم ان شاء الله نعاودوا لهم في المقابله الجايه ان شاء الله.